كبيدات صباح النور وصباح الرزق وصباح التيسير. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحتكم مزيان؟ واش كتعاودوا؟ جمعه مباركه الكبيدات، الصحه والسلامه والهنا وراحه البال والتيسير. وحده في كومونتير والله الا عجباتني قالت لي حريوده، قالت لي اختي باش كتعجبيني اهم حاجه عندك في الدنيا وفي الحياه هي الصحيحه. قالت لي سيري الله يفتحها عليك. امين حبيبه، الله يكبر بك والله يسهل عليك الزين. اكيد حبيبه، راه التاج ديال الراس هو هو الصحه. حقاش الا ما كاينه الصحه راه واخا يكونوا الفلوس، واخا يكون اللي كان عندك، راه الا ما كايناش كبيده الصحه راه ما تقدريش تاكلي، ما تقدري تسوقي، ما تقدري ديري حتى حاجه. ولهذا حبيبه ديالي كنطلب الصحه وكنطلب لكم حتى نتوما الصحه وراحه البال. صراحه البال ما كيتشرى كبيده لا بفلوس لا حتى بشي حاجه. راحه البال حتى هو والله العظيم نعمه من عند الله سبحانه وتعالى. تشربي كويس داتاي وتاكلي خبيز وزويته بلديه، وقسم بالله وتكوني مرتاحه في نفسك وفي مع ضميرك، وقسم بالله الا هذيك هي اهم حاجه في الدنيا. المهم اخوتي، انا دابا اليوم غدا ان شاء الله ثاني عندنا هذا كما كتعرفوا، كل جمعه كنمشي عند البنت ديالي كنشوفها كنطمئن عليها كنعطيوها الواجب اللي خاصها وهذا. وتوحشاني لحقاش هذيك الجمعه الكبيدات ديالي ما ديك الجمعه ما مشيتش، ما حيت ما كانش الزياره، كان بالمناسبه ديال العيد المولود النبوي ما كانتش الزياره وما مشيتش. دابا تقريبا 15 يوم ما شفتهاش. ايوا دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم غنمشي نشوفها. واخا ردنا البارح في الجلسه شتا، ولكن ها شتا هكاك سطحي ما ماشي هذا. ايوا دابا عاد نمشي ونتعاود شويه انا وبنيتي وهادي وهادي ونهضروا ونقول لها ماشي مشكل، الدقه اللي ما تقتل تقوي، غير بنادم ينضج وما يعاودش الخطا ماشي مشكل بنادم الا خطا، راه مشكل الا بنادم شارف وكيزيد في الاخطاء وكيعاود يزيد في الاخطاء، هذيك هي المصيبه. اما بنادم تبقي برهوش وباقي صغير في عقله والمراهقه وهادي وهادي وخطا، معليش راه الله سبحانه وتعالى كنخطئوا كنعاودوا كيتوب علينا، ما بالك العباد. المهم الكبيدات ديالي دابا قسم فمي بالله العلي العظيم، وهاد الجمعه هاد النهار كبير عند الله تعالى، هاد النهار كيصلاو فيه مثل امين هاك امين امين. الله يحفظك الله يحفظك يا ربي، تحفظنا وتحفظ امه محمد يا ارحم الراحمين. قلت لكم الكبيدات، قلت لكم قسما بالله العلي العظيم، انا دابا غدا باش غنمشي ندوز عند ماما كاينه في دار عمي ياك، تحيه للبنات ديال عمي عم ماما كلهم كاينين في المانيا كل. ايوا تا كان يصوني عليا التليفون، كتصوني عليا اختي وبنت اختي. الو الو ايمان كي دايره؟ لاباس بخير؟ قلت لهم لاباس الحمد لله. كي دايره مع الصحه؟ لاباس اللهم لك الحمد. واش مشيتي عند نادا؟ قلت لهم لا يلا، كان تسالات لي اليوم لاسيرونس، يلا خلصت لاسيرونس قلت لهم غنمشي. قلت لكم الكبيدات ديالي يلا تسالات لاسيرونس، مشيت قطعتها وجيت هنا عند دار عم ماما. ايوا عاد نهز ماما وغنمشيو. حتى قالت لي اختي وبنت اختي ايمان اختي اش واقع ياك لاباس؟ شنو داروا معنا هذا اختي وهادي؟ انا ما فراسي حتى حاجه، اقسم بالله العظيم ما فراسي حتى حاجه وما تنتفرجش في اللايفات. انا دائما تنقول لهم قسما بالله العلي العظيم انا ما تنشوف لايفات ما تنتفرجش في لايفات، ما عدا الا جاتني الصنطه وطلعت في تيك توك وطلع لي شي لايف راه كنشوف غير شي شويه وكنخرج بحالي، هذا الشيء اللي كاين. قلت لاختي ناديه، قلت لها مالك اش واقع؟ قالت لي اختي راه الجاره ديالنا راه صونات عليا، قالت لي عيطي على اختك دابا ومع 12 الليل. قالت لها عيطي على اختك ايمان دابا سوليها. قالت لها ناديه اختي ياك لاباس اش واقع؟ قالت لها راه بنتها البارح راه طاحت في الجلسه، راه الدمايات فايضه، راه هزوها من المحكمه، هزوها فايضه بالدمايات، راه خسر ليها الجنين. الله اودي الله اودي، اتقوا الله في انفسكم واتقوا الله في ريوسكم، اتقوا الله في ريوسكم، الله يلقيها لكم هذا اليوم الجمعه الا ما وقرونا عليكم. وانتم عينا ما نقولوا لكم الله يرحم الوالدين سيروا بحالكم، ما تهضروا معانا، ما تعاودوا، ما تجبدوا سيرتنا، ما حتى شي حاجه.
مالك اخويا ولا اختي؟ مالك على داك الفال المنحوس؟ الله يعطيه لك، الله يعطيه لتريكسك. مالكي البنت في امان الله وحفظه، دزنا الجلسه دزناها بخير وعلى خير، الامور هانيه وكل شيء بخير، كل شيء هو هذاك. وانتيا تطنطني ولا انت كطنطن وتتقول بان رنا دا طاحت البارح في الجلسه في المحكمه وغرقه دمايات وراه هزوها المستشفى وراه تخسر ليها الجنين ولا هادي ولا هادي. ماشي حشومه عليك، اش داك انت الجنين الله يلقيها لك. والله ما عرفت انا شكون هذاك، واش ولد ولا بنت اللي دار لايف؟ اش داكم؟ علاش تتبلاو على الناس؟ وعلاش تخلعوا الناس؟ ورانا دار عندها والديها، عندها عائلتها، عندها خوتها، عندها عمامها، عندها تريكتي. واش هي مقطوعه من الشجره؟ ما عندهاش ناس، ما عندهاش حباب. وراه عندنا الحباب، عندنا خوالنا، عمامنا، خوالاتنا، عماماتنا، كلشي كيتفرج فينا. تخليتو الجيران ديال اختي هما اللي عيطوا لاختي وقالوا لها ودي شوفي راه صوني على ايمان في 12 الليل، صوني على ايمان شوفي مدراها شنو دارت مسكينه نادا وكي بقات وهزوها البارح وهادي وهادي. علاش تكذبوا؟ علاش تكذبوا على الناس وكتبلوا على الناس؟ علاش؟ انا ديما كاخوتي تنقول لكم اي حاجه كتخص بناده حاسي راه الا ما قالتهاش الام ديالها اللي هي انا، اعوذ بالله من قوله انا اللي هي حريوده وخرجتها من الدرقوش، ما تثقوهاش، ما تثقوهاش الكذا حاسي راه الا ما قالتهاش الام ديالها اللي هي انا، اعوذ بالله من قوله انا اللي هي حريوده وخرجتها من الدرقوش، ما تثقوهاش، ما تثقوهاش الكذوب. راه كلشي اخوتي كذوب، واللي بغى يطلع اللايف، اللي بغى يطلع يوتيوب، اللي بغى يطلع كلشي، وطلعوا شغلكم هذاك، كلشي كلشي تيطلع ياك، وتا انا تنطلع، ولكن وماشي بهذيك الطريقه. واش انت تطلعي وتبقاي تنقدي ليا في بنتي؟ لا واش انت تطلعي في اللايف وتبقاي تقولي راه جاتها ايموراجي، راه خسر ليها بنادم، راه دارت، راه دارت، راه دارت. حشومه هادشي، حشومه. نتوما راه عيون الله يلقيها لكم. شنو تيتحاب لكم؟ شتقولوا؟ تتقولوا حريوده ديابيتيك، واحد السيده فيها السكر، ارام نفقسوها ولا ارام نديروا اللايفات؟ ما تنسوقش لكم انا اصلا كاع، انا ما تدخل يا جبل ما يهزك يريح. واش فهمتي؟ انا ما تنسوقش لكم كاع حيت انا ما مسالياش لكم. انا كنهضر مع الناس، مع لي فال اللي كتحماق عليا وتنحماق عليها، وتحياتي ليها من خميسات كنموت عليكم. صباح النهار، كديره؟ الله يحفظك، لاباس، ربي يخليك. الناس ديالي انا وبنتي كتموت علينا، الله يخلف عليها، وكنموتوا عليهم حتى حنايا. كيكتبوا لنا لي كومونتير زوين كنرد عليهم انا بالقلوبه، وكان ملي كيكتبوا لي الناس لي كومونتير زوين اقسم لك يمينا الا كنفرح ملي كيدعوا معانا دا الله يطلق صراحه على رقبتي. الا البارح واحد الفيديو تقريبا 200 تقريبا ماشي 200 تقريبا 165 كومونتير اللي شفت انا البارح غير في الليل، اقسم بجلال الرحمن الا تقريبا جوج اللي سلبيين، جوج اللي خايبين. وحده قالت لي خليها بغات طير الله يعطيها الحبس. سير الله يعطيه لك، انا غنرد عليك، سير الله يعطيه لك. هذاك الشيء اللي كتبغي خوك مسلم الله يجعلو يجيك في صحتك. انا ما ندعيش لك بالحبس، انا سير الله يعطيك فاش تدهي في صحتك. مالكي مالكي؟ الله يعطيها المؤبد، الله يجعلو يجي لتريكسك. ولو تكون هاد ندى يهوديه ما ديريش هاكا انتيا. مالكي عمرك شتي حنايا منين دخل شي واحد للحبس تنتشفاو فيه اولا تندعيو عليه ولا شي حاجه؟ تنقول الله يسهل الامور كما تنقولها على بنتي. اي حاجه كنطبقها على الناس كنطبقها على بنتي، كنطبقها على راسي. صافي الله يسهلها على بنتي، الله يفرجها على بنتي، يفرج على امه محمد. صافي دير لي خدامه الله يعطيها المؤبد، الله يجعلو يجي لتريكتك. مالك على هاد السم وهاد البغض هادي كدوري كدوري كتبقاي غير تما، الله يلقيها لك في هاد النار. وواحد الكومونتير اخر اقسم بالله خوتي ما بقيتش عقلت عليه، المهم خايب ولكن ما عقلتش عليه، انا شديت غير فهادي اللي قالت لنا هذا الله يعطيك مؤبد، الله يجعلو يجيك. انا ندعيك غير في صحتك، سير الله يعطيك، الله يعطيك فاش تدهي في صحتك، وحين الصحه هي التاج ديال الراس. اما تا الحبسو عندك الصحه راكي دايزه، عاد تاكلي وتشربي، راه مسدودين عليك ترباي وتادبي. والمهم اخوتي ايوا جيت وكنقول لكم اخوتي شكرا لكم على الكومونتير الزوين ديالكم، حيت نتوما اخوتي قلبكم بيض، كتبغيو الخير الايمان وكتبغيو الخير النادى وكتدعوا معنا دابا الفرج، الله يفرجها عليكم دنيا واخره، الله يسهل عليكم ياك. او ديك الجاره اللي صونات على الاخت ديالي، بس صونات عليا دابا اختي، صونات عليا بنت اختي وكيتخلعوا، وهذا طمانيتهم حتى انت يا كبيضه. تنقول لك ما تخلعي ما حتى شي حاجه، وتنقول للناس كاملين اللي كيتابعونا يتابعوا ايمان حاسي، كنقول لكم
الكبيدات ديالي، هذاك الشيء كله اللي كيديروا في اللايفات، اللي تيقولوا نادا تحكمات، اللي تيقولوا راه دازت الجلسه البارح وطاحت غيبات وخسر ليها بنادم، اللي تيقولوا حكا راه هادي بزاف ديال الامور. بغيت نقول لكم الكبيدات ديالي من هنا، راه الا اي موضوع تيخص نادا حاسي، راه الا ما سمعتوش من عند الام ديالها ياك اخوتي، راه كل شيء كذب في كذب. انا قسما بجلال الرحمن اي حاجه كتخص بنتي كنقولها لكم بصدق. ان شاء الله الرحمن الرحيم نهار غتحكم، حيت تقريبا غتحكم نهار غتحكم الكبيدات، غنخرج بفيديو وغتسمعوا الحكم اللي قالوه، غنقولوا لكم بفمي ما كاين لا زياده لا نقصان. يعني الكبيدات ديالي بلا ما تثقوا الناس، بلا ما يبقاو يالفوا ويبقاو يزيدوا ويبقاو يشحنوا الشوارج ويبقاو يكذبوا، يعني بلا ما تثيقوهم الكبيدات. ان شاء الله الرحمن الرحيم ما بقى والو، بقى الحكم غيكون هذاك الشيء اخوتي اللي قالوا، رانا غنخرج بلا فيديو وغنقولوا، وهذا الشيء اللي كاين. وتحياتي لكم الكبيدات ديالي من المغرب، خارج المغرب، تنحمق عليكم وتنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، شكرا لكم على الوقفه ديالكم معنا. ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى نهار تخرج نادا اخوتي مرحبا بكم، كنموت عليكم. وجمعه مباركه بالصحه والسلامه، ولهنا وباش ما كتمنى، بالسلامه اخوتي.